تعال نروح لسائحة ألمانية بتحتفل بتحقيق الغطسة رقم 900 من شواطئ الغردقة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. كابتن أحمد العزب هو مدرب هذه السائحة الألمانية. أهلا بيك يا كابتن. ازيك يا استاذ حسين؟ ازي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ الحمد لله تمام. يا الله يخليك. 900 غطسه ده رقم. ده رقم كبير. اه يا ما شاء الله. طب ودي لسه محتاجه تدريب؟ دي اتدربنا. لا لا، هي مدربه اصلا. اوكي. يعني هي مدربه حاليا، هي ابتدت في الكورسات بتاعتها لحد ما وصلت ان هي مؤهله للمدرب دلوقتي. خلاص هي كده مؤهله بقى للتدريب. اه مؤهله للتدريب. اه طب ده حلو خالص. هو الواحد علشان يبقى مطمن في مسألة الغطس دي، يعني المفروض يعمل كم غطسة؟ عشان أنا عارف إنها بتبقى درجات وبيبقى فيها زي عدد نجوم معينة وحاجات زي كده. آه بيبقى اللي هو الأول كورس بيخش اللي هو المبتدئ اللي هو الأوبن ووتر دايف. آه تمام. ده بيأهله إن هو السكيلزات والكلام ده كله. بعد كده بيبتدي الأدفانسد دايفر، وبعد كده الريسكيو، وبعد كده الدايف ماستر، وبعد كده بيكمل كورسات كلها. عظيم جدا. والسائحة الألمانية دي اتعلمت كل ده عندنا هنا في مصر، ولا كان في جزء منه اتعلمته بقى هناك في ألمانيا؟ لا كله هنا في مصر، كل الغطسات بتاعتها بعملها كلها هنا في مصر. يعني اتعلمت كل ده على ايدك؟ على ايدينا. اه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي حاجة تفرح والله. انتوا بتفرحونا قوي قوي يعني. يا باشا احنا بنتمنى ان حضرتك تيجي وتشوف بس المناظر اللي عندنا هنا. تمام. اللي بيشوف مناظر مصر مش هيسيبها ابدا. شوف انا بروح الغردقه من وانا عندي 12 سنه، وتعلمت الغطس في الغردقه وانا عندي 12 سنه. بس كنت اتعلمت بقى وانا عندي 12 سنه، اتعلمت في الجيش بالمناسبه. اتعلمت على ايد صول، ربنا يديله الصحه اذا كان عايش او يرحمه اذا كان توفى، اسمه الصول جاد. اول واحد لبسني بدله الغطس وحط لي تنكات الهواء على ظهري وعلمني ازاي البس الزعانف واغطس واخمس تحت الميه، اخمس اكسجين طبعا لحسن الناس افتكرنا بنقول حاجه غلط. لا لا البادي بريزنج. ايوه وكل الحاجات دي بقى، وازاي ننظف الماسك بتاعنا وكل الكلام ده. ومن هنا بقى حبيت الغطس. فانا احب الغردقه قد عينيا عشان تبقى عارف. وفي رايي استاذ حسيني الغردقه من اجمل مناطق غطس في العالم. لسه كنت هقول لك. يعني الشعب، شواطئ، بحر، اسماك، بيئه نظيفه، فيها مناظر اكتر من ما تتخيل على مستوى العالم. ده مش يعني بس كده، انا عندي تحفظ في كلمه، معلش انا اسف. قول قول. طبعا ان احنا مقيمين مصر تاني مركز غطس على مستوى العالم. مصر احنا عندنا اكتر مناطق غطس على مستوى العالم، انضف شعب على مستوى العالم، انضف كل شيء، اكبر مراكب على مستوى العالم. الاستاف اللي في القرى في الفنادق اللي شغالين، الاستاف اللي شغالين صح، الابتسامه بتاعتهم الصبحيه دي صح، ما فيش حد بيعملها. بص انا بقى هقول لك، انا راجل سافرت بلاد كتير بره مصر. تمام. انا بقول لك والله 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 ربنا يحاسبني، انه احلى ناس بتتعامل مع السياح سواء اذا كانوا سائح مصري او يعني حد رايح يتفسح وينبسط او جاي من بلاد بره، في الغردقه. استاذ حسين احنا ما عندناش فرق مصري أحلى او اوروبي او امريكاني او صيني او اي حاجه مختلفه. وذوق احنا عندنا وأخلاق. سائح بنحترمه جدا جدا. بنقدم له حاجات جميله جدا. الناس اللي شغاله في الشوارع، ايوه، الابتسامه بتاعته، او هو شغال في الفندق او الهاوس كيبر بتاع الفندق لما يصحى الصبحيه صباح الخير والابتسامه بتاعته دي، ما فيش دوله حد بيعمل الكلام ده كله. ده في الشوارع مثلا في الحته بتاعت الممشى، الممشى ناس كتير واقفه وفي حاجات والكلام ده كله. ثانيا الاستاف برضه اللي شغال في المراكب، دول اللي هم يعني الوجهه بتاعت مصر كلها طبعا، اللي اذا كان غطاس او ريس او بحري صحيح، بسمته بضحكه بالهزار مع الزبون بالكلام ده كله، بيقدم حاجه للبلد ما حدش بيعملها. ان هو ده بياخد الصوره للزبون زي كده ويطلع يسافر بيها يقول انا حصل معايا واحد اثنين ثلاثه في مصر. مظبوط مظبوط. يعني الشباب الشغاله دي شباب، يعني شبابنا المصريين ربنا يبارك لهم، ابتسامه ب 100 كلمه. طب انا هزيدك من الشعر بيت. هو مش بس بقى احترافية في العمل، ومش بس ابتسامة ولطف، وأخلاق وأدب الدنيا. أخلاق وأدب الدنيا. أخلاق الشباب عندنا جميلة جدا والله. شبابنا فاهمة إيه كلمة سياحة والتعامل مع الزبون إزاي، وحاجات كتيرة شبابنا بيعملوها هنا. الشباب المصري على فكرة من أجمل الشباب في العالم في
والله العظيم في اي حته دوله في العالم ما في حد بيعمل الكلام ده زينا. لا لا شباب زي الفل، شباب زي الفل. وبعدين يعني ده احنا بندرب الالمان اهو، حته مشرفينا، ده احنا بنعلم الالمان اهو، وفي اكتر من كده؟ والله احنا بنعلم الالمان وبنعلم العالم كله. لا اصل الالمان انت عارف دايما يقول لك الالمان دول بقى هم اللي ايه نمره واحد، فاحنا عندنا اللي بيعلموا الالمان. لا والله عندنا احنا بنعلموهم. وعلى فكره انا يعني انا بشيد بالغطاس المصري اكتر اشاده يعني ما فيش حد بيقدر يعملها. غطاسين المصريين يا استاذ حسيني بيتكلموا كذا لغه، كل اللغات صح، كل اللغات بيتكلموها. المعامله الغطاس المصري مشكلته في حاجه واحده هي صغيره جدا جدا ان هو اللغه. تمام، انت بتخش على لغه غير اللغه بتاعتك. ده انت بتخش على الالماني وعلى الانجليزي وعلى الروسي. احنا الصين لسه داخله عندنا ما شاء الله، شبابنا بيتكلموا صيني نسبه 100%. طب يعني مفيش مشاكل اهو، امال ايه المشكله؟ لا لا مفيش عندنا مشكله، لا مفيش مشكله بالشباب. يعني الشباب بتوعنا شطار، جميله جميله، ربنا يبارك لهم. يعني الشباب بتاعنا شاطر وفاهم ومهذب وخلوق ومبتسم ولطيف ومرحب ومضياف ومحترف. هقول لحضرتك بس حاجه حلوه ليه شبابنا. انت عندك زبون النهارده، انا راجل ليا 28 سنه في مجال الغوص. ما شاء الله ما شاء الله. تمام، انا معايا زباين لحد دلوقتي بيجيني بعد 20 سنه و25 سنه. ما شاء الله، يعني الزبون بيرجع لي بعد 25 سنه او 20 سنه تاني. دي ليها معنى كبير. طبعا طبعا ليها معنى كبير ان انا راجل بقدم شغلي صح، والبلد حلوه جميله، شايف الشمس، شايف المعامله بتاعته ازاي، الدنيا كلها. بيرجع بعد 20 سنه، انا لما يجيني زبوني بعد 20 سنه انا بفرح اكني كسبت حاجات كتير. ايوه طبعا، اصل هو في النهايه الضيف الجست الزبون اللي جاي ده لو هو ما انبسطش هيجي تاني الكابتن احمد عزب ليه؟ لا مش هيجي، مش هيجي، هو مبسوط مش احمد عزب بس، وغيره طبعا. انا معاك، منظومه كامله. ايوه انا معاك، هاجي تاني ليه؟ ما انا ما انبسطتش بقى، لكن اجي مره واثنين وعشرة وسنه واثنين وعشرين وخمسه وعشرين، ده معناها ان انا مبسوط تلت ومتلت. والله يا استاذ حسيني اقسم لك بالله، انا بقسم بالله تاني، في زبائن بتعدي ال 20 و25 سنه، وفي زبائن بتيجي اربع وخمس مرات في السنه. انا عايز الناس تبطل هوسه الساحل الشمالي ويطلعوا على البحر الاحمر. والله اللي هيطلع البحر الاحمر مش هيرجع الساحل الشمالي تاني. والله اصلا هروح البحر الاحمر، اولا الاسعار احسن من الساحل. في غطسات بالليل كمان يا استاذ حسيني، يعني قمة الإبداع والجمال والكلام ده كله. أنا كده جاي لك، تنزل غطس بليل بالكشافات والحاجات دي. أنا كده جاي لك، تحفة تحفة، ما فيش غير عندنا فيه الكلام ده. جاي لك جاي لك واغطس بالليل. والله تعالت شرفني والله العظيم. جاي لك، بس أنا من أصحاب الأوزان اللي فخد بالك مني لحسن أغطس ما طلعش. لا حبيبي يا حبيبي حبيبي أستاذ حسيني، بتمنى مش أنت بس، انا بتمنى للمصريين كلهم يجوا يشوفوا بلدهم ايه اللي فيها. حقيقي يا ريت يا ريت يا ريت، والله بتمنى والله بتمنى. وانا بقول لك وعلى فكره مش انا بس، ده كل مراكز الغوص في الغردقه ما فيش حاجه عندنا مصري واوروبي والكلام ده كله، احنا كلنا واحد. يعني احنا بنتعامل الزبون زبون واحد. صح، انا معاك 100% وعارف ده ومتاكد منه كمان. انا بشكرك جدا 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 كابتن احمد العزب، مدرب السائحه الالمانيه صاحبه الغطسه ال 900. انا بقول لك اهو بقى، عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنه، عزيزي المصيف، بما ان احنا دخلنا على موجه الحر، تاخد نصيحتي اولا، الاسعار في البحر الاحمر مش هقول لك النص، لا ده التلت واحيانا الربع واحيانا 10%. حلو، في ايه بقى؟ في اوتيلات الخمس نجوم. مش بقول لك يعني هتلاقي اوتيل خمس نجوم في البحر الاحمر مثلا في الغردقه، واوتيل خمس نجوم في الساحل الشمالي. افتح booking.com هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلا واحد ب 25,000 الليله، ودي مصيبه والله العظيم، مصيبه، ده يعني مصيبه. وكومبلي ما شاء الله، وتلاقي اللي زيه في البحر الاحمر في الغردقه بخمسة ستة سبعة. يا عم في حاجة مش حلو كده؟ تمام، وأول إنكلوسيف، كل وانبسط وهيص وبرطع، مفيش بعد كده. حلو، طيب هي بس المسألة كده، البحر أحلى يعني هتعوم وتنبسط اتنين هتطلع رحلات صيد السمك، تلاتة هتغطس، أربعة هتعمل سفاري بالبتاعة بيتش باجي. حلو،
خمسة هتاكل بقى كميات من الأسماك وأنواع من الأسماك مش هتشوفها في الساحل الشمالي إطلاقا. ستة هتشتري تذكارات وسوفونيرز وبتاع. سبعة هتلاقي ملاهي مائية في كل الأوتيلات تقريبا، فالعيال هتلعب وتتبسط. بتطلعوا الساحل تعملوا إيه؟ والله ما أعرف.